أعلنت شركة أبل عن منتجها السنوي وسط انتظار الكثيرين، وهو هاتفها الذكي الجديد آيفون 7 المقاوم للماء والمزود بكاميرا عالية الدقة والوضوح مزدوجة العدسات. قالت الشركة الأمريكية إن الهاتف الجديد سيكون محملا بلعبة سوبر ماريو، بينما ستحمل لعبة البوكيمون جو في إصدارها المطور من ساعتها أبل ووتش. وقد جرى إعلان هذا الهاتف الجديد وهذا الإصدار خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو. ابل في عندهم ستور كتير كبير بالامارات، والاماراتيين وشعب الامارات حتى الاجانب الموجوده بالبلد بتحب تحمل ايفون، لانه في عنده فيتشرز كتير حلوه بيقدروا يستعملوا على الكمبيوتر. يعني متوقعين انه الايفون يجدد الكاميرا تبعوله، مثل ما سمعنا انه في عنده دول كاميرا هلانيه، سليمر جاي التليفون، الوانه حلوه، في عنده لون اللي هو الذهبي ورده، بعتقد هذا كثير بينجح معهم، البنات كثير بيحملوه. اكيد ناطرين نحن الايفون، وامبارح كنا عم نحضرها يعني اونلاين كرمال نعرف كيف هلا رح يكون الديزاين الجديد تبعه وشو المواصفات اللي فيه. اول شيء الماتيريال اللي هو معمول فيها، وكمان الدول كاميرا يلي فيه، بعتقد هدول من اهم الميزات هلا يلي نازل بالايفون 7 الجديد. وفي كمان الساعة تبعه يلي نازل أبل من ماركة إرماس، كمان هذا شيء كتير منيح، وكمان فيك تنزل فيها تحت المي 50 متر وما ما بيصير لها شيء. طبعا احنا بانتظار الايفون 7 متشوقين يعني انه ينزل بالسوق. الايفون كما تعرف من افضل السمارت فونز الان في الماركت، فبالتاكيد نحن بانتظاره، وانا شخصيا استعمل ايفون 6 ناو. والله بستنى، لانه بصراحه بستنى شو ممكن ابل، شو اللي عندها الفيتشر الجديده اللي نزلتها بهالمنتج. لكن امبارح كان العرض اللي لشركه ابل، فتابعته وشفت المنتج نفسه بالنسبه للايفون 7. المنتج كان اكثر شيء شفته فيه اللي هو الشيء جديد بالنسبه للسماعات. السماعات هم مستخدمين اللي هو الوايرلس، وهذا نظام جديد اتوقع انه راح يكون يعني نقله نوعيه بالتليفونات، وتم الغاء اللي هو الكونكشن الدايركت للتليفون.